أنا لما قلت يا رب يا رب هديت وهدي بالي، أنا اتكلت عليك في كل أحوالي. بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بحضراتكم والدنيا بخير. أحيانا خوفنا الزايد على أولادنا يتحول لنتائج عكسية. حرصنا وقلقنا عليهم من كل حاجة بصورة مش عادية بيخلينا نبعدهم عن أي تجربة في حياتهم، وبنتخيل إننا بنبعدهم عن الأذية مع إننا من غير قصد بنضرهم وبنحرمهم يعيشوا حياتهم الطبيعية. حاجات كتير بنعملها غلط وإحنا بنربي أولادنا. للأسف بنحس إن إحنا بنعمل حاجة بحسن نية، وهي دي اللي بنشوفها في النهاية نتائجها من سلبيات التربية. يا ترى إيه هي السلبيات والأخطاء اللي ممكن نكون فاكرينها في مصلحة أولادنا وهي في الحقيقة بتضرهم؟ تفاصيل مهمة هنقولها النهاردة إن شاء الله مع الدكتور إيهاب عيد، أستاذ الصحة العامة والطب السلوكي بجامعة عين شمس، وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. دكتور أهلا بيكم سلام ومنورنا. يا هاني، ازي حوالك؟ الحمد لله بخير. كلنا بنخاف على أولادنا، أكيد وكلنا أولادنا هم أهم حاجة في حياتنا، ولكن أحيانا يبقى الخوف زيادة عن اللزوم. الخوف الزيادة عن اللزوم ده في المصلحة ولا ضد مصلحته؟ سؤال جميل أستاذة رامية، وجاي في وقت برضه حساس. خليني أقولك بس حتة طبية كده الأول. فضل. الهرمونات في جسمنا، هرمون غدة نخامية بتفرز هرمونات، الهرمونات دي تستثير بقية الغدد. إذا زاد الإفراز بتاعها، هي بتستثيرهم علشان يطلعوا هرموناتهم هم. لو زاد الإفراز قوي بيثبط، يعني بيخلي الهرمونز تقف بقى، فكل ما تطلع تعمل حاجة اسمها نيجاتيف فيدباك أو ارتجاع سلبي للغدة، فتقلل الكير بتاعها. فكذلك التربية عندنا، يعني إحنا كل ما تزودي عنايتك كل ما يبدأ هو يعتمد عليكي أكتر، بحيث يتحول الموضوع إن أنت زي ما أنت قلتي في المقدمة بتلغي نعمة وميزة التجربة. أنا بقول لحضرتك إحنا الفترة دي بنمر بنموذج غريب جدا، ترندات التربية حتى بتتغير دلوقتي. القصة اللي حاصلة في غزة دلوقتي، يعني الفيديوهات اللي بتتكلم على الأطفال اللي هم بدأوا، يعني تشوف أطفال عندها شجاعة قوية جدا، عندهم وإيه، أنت مش بتتكلم في تجربة، أنت بتتكلم في موت أو حياة، بيتكلموا طب التربية دي والشجاعة دي جت منين؟ جت من أنا منعتك من التجربة وحرمتك منها، ولا فتحت لك الطريق؟ مش هنتكلم في الاكستريمز، انه انا مش معنى ده ان انا اهمل الواد يلا عماله اللي انتوا عايزينه، ولا في نفس الوقت لا تدل في كل شيء مطلوب. بالظبط، احنا عايزين نعمل زي الناس دي، بس نعلم ولادنا الشجاعه، القوه، الاقتحام اي تجربه. فالشيء اللي حضرتك بتتكلم عليه عكس كده تماما بقى. اب ابتز الطفل من حقوقه، اصل الحقوق مش اكل وشرب ولبس، ان انا حتى انك انت تختلط اجتماعيا مع اطفال اخرين، بتصاحب مين، هتعمل ايه، الواجب بتاعه احله له انا تقريبا. طب انت عارف ان انا شفت امهات بتروح مع اولادها الجامعه؟ ايوه، في ده موجود عندنا. انا عندي في الجامعه اطباء، عايز اقول لك بيبقى باباها او مامتها جاي معاها الاول، ده ما يزعلش مش مشكله، بس اول لا مره مش معقوله بقى تحضر معاها. يعني مش معقوله، وده طبيب ولا طبيب حتى، واخد بالك؟ لكن هنتقبل اول مره، مش عارف المكان، مش من القائم من المحافظه. لا، وبنبقى عايزين نفرح بيهم، المشكله بقى ان هو بوجودهم فوق في راسه. الجامعه، لكن فكره انه تحضر معاها المحاضرات، لا ده في طبعا في حاجات كده غريبه جدا. ده هنا طبعا انت بتيجي تشخص ان في مشكله، في علاقه مرضيه، عمليه التشيكنج المستمره، الفحص، عملت ايه، من كل حد بيسال على اولاده، عملت ايه، اخبارك ايه، ذاكرت ايه، علاقتك مع خطيبك ايه. انا بتكلم بقى في كل الاعمار. فلكن ان يتحول الامر الى تدخل، تسلط، منع تقريبا من انك تمارس حقوقك، اعمل كذا، سوي كذا، انا بقول لك بقوم عليك لغايه شخصيتك. في ناس عندها كده مرض اللي هو ايه، يعني حب الحمايه، بنسميه اوفر بروتكشن، حمايه مفرطه، زي الحركه المفرطه وفرطه، في حمايه مفرطه، خايف عليه جدا. ما بس احيانا بيبقى في بعض الاهالي الخوف زياده عن اللزوم بيتحول لعنف تجاه الولد او البنت. هو ده في حد ذاته عنف، انت بتحرمني من حقي بعنف، انت بتفرض عليا، انت ما تحبش، انت ما تصاحبش، انت اللي اقولك عليه تقريبا. هي ما بتتقالش كده، لو ان في كده برضه، بس تقريبا يا ماما اديني فرصه، اديني فرصه، انا عايزه. تخلي بقى الطفل يقلب ايه بحركه عند بقى اللي هو ايه، يصاحب عكس ما هي عايزه، وهعمل كل اللي انتوا ايه مانعيني منه. ففاكر لما بنتكلم ده على بنسميه الهليكوبتر بيرنت، اللي هو ينزل كده في كل موقف، تلاقي ايه باراشوت فجأة بابا نزل لك، بتعمل ايه، هتسوي ايه،
يا باشا اديني فرصه اتنفس يعني. الابن احيانا عشان ده بيختاروا لهم ساعات الاكل انه لا الاكل ده صحي والاكل ده مش صحي. التيست بتاع اختيار الهدوم، التيست بتاع الاكل، تلاقي ان انت تقريبا بيملى عليك حواسك نفسها. وعشان كده الحقيقه برضو تاني من الناحيه الطبيه خدي بالك من حاجه لمية، انه اي طفل بيدخل في تجربه او حتى كبير بعد فتره من ممارسه سكيل معينه في دوائر عصبيه في مخه بتبدا تشتغل يعني عظمه المخ في اللي بيسموه البلاستيسيتي اوف ذا برين او بلاستيكيه المخ، انه مرن، انه كل تجربه تخشها ممكن تغير ترتيبه الخلايا او بيسموها الدارات العصبيه. في مثلا خلاص انا بقيت بشوط كره احسن، انا بقيت بشكل التماثيل بشكل معين، انا بقيت اتكلم بطريقه معينه الى اخره. فانت يعني بتبريفنت مي، بتمنعني تماما من ان الدوائر دي، عشان كده اصبح في وقت ما مش ماهر في اي شيء. ودي يعني منقارب مثلا نموذج برضو ما زلنا بنفخر دائما بحد زي محمد صلاح كمثال لانسان كما علمت ان والده كان بياخده من الغربيه بسيون وخمس ايام في الاسبوع ينزله يلعب كوره في النادي بصرف النظر النادي ده ايه. لك في ناس ساكنه قدام النادي ما بتنزلوش او تنزلوا ثلاثه من خمس ايام، فالنتيجه ان انا لو لقطت فيك نقطه قوه بسيبك بقى انت تمارس واتفرج عليك ومن حقي ان انا ايه اخش التجربه اتابعك من بعيد، اتابعك من بعيد، دي مسافه صحيه، مسافه صحيه. ايوه عشان تجرب ولازم تقع في الغلط، مفيش حد ما غلطش. وكل اب وكل ام هو الغلط اللي بيعلم وديعت في قلوبهم رحمه يا لمية. طبعا حتى الانبياء سيدنا نوح لما ابنه اتاخد قال لربنا ان ابني من اهلي، فربنا قال له لا معلش. ام سيدنا يوسف سيدنا موسى لما اتخذ في البحر ويعني فؤادها خلاص فرغ منه، لكن عشان ربنا يهدي قلبها رجعه لها تاني. كلنا عندنا فطرتنا حب اطفالنا، ده طبيعي، اي حاجه ربنا سبحانه وتعالى خلقها فينا، لكن بشكل معين وبدرجه معينه اذا كانت اوفر تحول الموضوع الى مرض. تمام. طيب ناخد التليفون ونكمل. ام جمال، الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. أهلا دكتور مي. أهلا. ما كنا سأل الدكتور. اتفضلي مع حضرتك، اتفضلي. أنا عندي ابن بكي عنده 6 سنين، فدخل السنة دي المدرسة أول سنة، أول أسبوع كان بيروح بسم الله ما شاء الله يعني حلو وبيصحى كويس وحبب المدرسة. ثاني أسبوع على طول يصحى من النوم يعيط عياط كتير، مش عايز أروح المدرسة، مش بحب المدرسة. إيه اللي حصل في المدرسة ضايقه؟ ما فيش حاجة، ما تعرفيش ايه اللي هو كان حابب المدرسة والميس حلوة والميس طيبة وكل حاجة. تاني اسبوع لازم يكون في حاجة حصلت ممكن تكونوا انتوا ما تعرفوهاش. الميس بتعمل لك ايه؟ الميس بتضربني جامد، مامته كلمت الميس عشان انا ما بفهم يعني ما هو ما بيعملش شقاوة فبضربه فعلا عشان هم بيتنططوا بيعملوا حاجات كده. طب طفل 6 سنين في حاجة اسمها مدرسة تضربه؟ ما هي بقى عشان بيتنططوا وبيعملوا دوشه. ما يتنططوا، ما هم لسه صغيرين. هم بيروحوا عشان يتنططوا. ما احنا مش هي حصل كده. ففي الشك الثاني برضو ان هو كان بيروح النادي كوره، برضو في النادي مش عايز اروح، مش بحب الكوره، وعن انه هو طول الليل في الشارع بيلعب كوره. عشق الكوره، في البيت كوره، في الشارع. ايه اللي حصل برضو في النادي بقى؟ ما لا ما فيش حاجه، والمدربين هناك بيحبوه جدا جدا، بيحبوه وهو يقولوا لك ممتاز. حد من زمايله ضايقه هناك؟ لا هو ما تعرفيش هو عنده الحس، لا ما تعرفيش هو برضه جات له برضه الناحيه دي، مش عارفين ايه اللي جرى له بالظبط. هل خايف انه يحصل له نفس اللي حصل له من المدرسه مثلا؟ المدربين هناك بيحبوه، الكباتن بتحبه جدا، والحته اللي هو عايز يلعب فيها بيوقفوه مثلا. طب لما سالتولي مش عايز تروح النادي رد قال ايه؟ مش عايز، ما هو سؤاله مش عايز، بيرد يقول مش عايز بس مش عايز. طب مش عايز حد عمل لك حاجه؟ طب قولي الحقيقه، طب كلمنا، طب فما مش عارفين يعني. انا عايزه اعرف، وشقي شقي ما بيقعدش في حته هادي. هو عنده 6 سنين بيخاف من اي حاجه، بيخاف اي حد يزعق له، يخاف اي حد يجي جنبه يخاف. تمام. فانا مش عارفه اعمل. بتزعقوا له في البيت بابا ومامته شداد عليه؟ بالعكس، هو قاعد عندي هنا في البيت قاعد معايا. لا فين هو بابا؟ قاعد معايا عندي هنا، قاعد عندي. والده فين؟ والده فين؟ في منطقه ثانيه. بيجوا له، بيروح عندهم وبيجوا، بس هو حابب عندي. جدته هو اللي مختار انه يقعد مع حضرتك. تعالى روح اقعد اليومين دول بقى عشان ما يروحش المدرسه.
انا عايزه اروح عند عظمى عند ماما. طب والمدرسه؟ وديني مدرسه هناك. فانا مش عارفه هو يعني هو بسم الله ما شاء الله عنده ذكي ذكي ما شاء الله، بس عنده برضه في حاجه ثانيه، عنده نسيان كتير. تبقى قايل له على الحاجه وبعت له الحاجه ومسافه ما يروح يعني يطلع ويجي ينساها. يعني لما بقى في المدرسه اخذت ايه واجب مثلا يقول لي مش عارف. طب الأبلة عطيتك ايه؟ مش عارف. ما عندوش حاجه التركيز ان هو يركز، لا هو عايز يلعب بس. تمام طيب. وكل حاجه متجباله، جده مش مخليه عايز حاجه، امه مش مخليه عايز حاجه. هو عنده اخوات ولا هو ولد وحيد؟ لا هو وحيد. تمام طيب حاضر حاضر. تبين حضرتك بالمناسبه رامية، ده نموذج تاني للاوفر بروتكشن اللي هو الحمايه الزايده على اساس ان هو البريشس بيبي او الولد الوحيد، يعني يبقى دايما عليه شويه فوكس قوي يعني. انما ده نموذج من نقص تركيز وفرط الحركه بالنسبه للولد. وايه هي الكرايتيريا؟ ايه هي المواصفات؟ نقص تركيز، نسيان، ضعف ذاكره قصيره المدى، عدم حب الالتزام عموما. يعني انت لو تاخدي بالك هي القصه ايه واللي الجا هذه وطبعا في فرط حركه وشقاوه، لقيت عليها شقاوه اللي الجا المدرسه انها تضربه، فرط الحركه وعدم التركيز وعدم حب البقاء في سيستم. ده معناه ايه؟ ان انا مش جاهز، مش معناه ان انا وحش، الواد ده ذكي جدا. فرط الحركه، نقص تركيز، الاي دي اتش دي، مش الجزء المايلد بتاع الولد ابن حفيد الاستاذه، هو مش مرض، هو نمط شخصيه، ونمط شخصيه ده بالذات يتطلب الصبر في الدخول في اي سيستمز. يعني سيستم المدرسه، سيستم النادي، سيستم الصلاه، المساجد، تحفيظ قران. قلله سنه هتبص الدنيا مشيت كويس جدا. كل اللي ما يحدث يعني، انا في الاول انا ولميا فكرنا، اعتقد ان فكرت زي لميا في انه الست اوفر، احنا كنت اقولها قولا واحدا المدرسه دي فيها مشكله زي ما انت قلت. انما دايما في دماغي حاجتين، طبعا ممكن يكون السيستم مش الاشخاص، السيستم نفسه. السيستم يعني ايه؟ دخلت سنه اولى ابتدائي، يعني في بقى في جرس، في حصه، في ما اولى ابتدائي دخلت المدرسه، في جرس، في حصه، في فسحه، في نظام. الفرق بين الكره في الشارع والكره في المدرسه، في كابتن، في واحد بيبدل، في واحد بيطلع، لا انت تقف هنا في المكان ده بيتحكم فيه. لكن في الكره لهلي في الشارع، فهو مش عايز اي سيستم دلوقتي، مش عايز يمشي على رولز. التيتا والبيت ايه الفرق؟ الرولز. تيتا ما فيش رولز، تيتا يعني حبيبي عايز تاكل كل دلوقتي، في البيت لا حبيبي احنا ايه بعد شويه بابا هيجي نتغدى، ده الفرق. ففي طفل مش جاهز لده، ولو دخلت الدخل دي جامده واصريت عليه هتعمل مشاكل معاه. فيعني ولذلك احنا دايما نقول ايه، لو لاحظت ان ده في المدرسه ما تعملهاش بقى في النادي. يعني لو انت سنك 6 سنين دخلني الفريق بتاع 4 أو 5 سنين، هتبص لاقيني ايه ماتشنج معاهم اكتر. انما ده هيبان في وسط العيال ان هو هايبر اكتف، ان هو مخالف للقوانين، ان هو عنيد، ان هو على قد ما هم مستظرفين خفه دم وخروجه عن النص احيانا، الا انه بيشوشر على الباقيين، بيشتت انتباههم، بيخلي العيال مش عارفه تركز. فبيبداوا يقول لك لا وهو مش عايز، فيرجع يعيط، لا هيروح هناك عند السيستم. هو مش عايز، هو مش معناه انه شخص بلا سيستم، يعني هو مش جاهز للسيستم. ما يودوهوش المدرسه؟ لا ما ينفعش برضه، المفروض انه يروح بس. المفروض ان هو، انا دايما بص عشان ما امسكش في حته ينزل سنه دي اللي هي الصح في رايي، بقول خفف الاعباء الاكاديميه باي طريقه. يعني ايه؟ يعني انت عندك في المدرسه مشكلتين، مشكله اكاديميه ومشكله سلوكيه. المشكله الاكاديميه لازم يقعد يكتب، يتابع اللوحه، ما اعرفش يعمل ايه، حاجات التزامات معينه مش هيقدر عليها، مش هيقدر. لا كم اللي ايه، اكتب السبوره، اكتب اللي كتب، تمسح الست ما يلحقش. بالنسبه للناحيه السلوكيه ان هو عايز يلعب في اي وقت، هم قاعدين في حصه مش فاهم لسه يعني ايه حصه، امال هتعمل ايه في الامتحان؟ زي ما المدرسه اتصل بيا قالوا لي الولد قلب الورقه بتاعت الامتحان وقاعد بيرسم في ظهرها، نعمل له ايه؟ طبعا دي كارثه بالنسبه له، الولد ده مش جاهز. ولو علمته المره دي ما هتبدا تقول لي ده امتحان، ده امتحان، هو مش فاهم اساسا يعني ايه، مش فاهم امتحان لسه. فمش اسمها مش ما بيفهمش، اسمها مش جاهز. الجهوزيه، في اطفال جاهزه تنضج اسرع، في اطفال لسه شويه استنى عليه. فلو فضلنا بالوضع ده كويس ان تيتا يعني لفت النظر في البرنامج رامي، لانه لو استمر هتبص بقى شويه تظهر اعراض جديده، بقى اعراض توتر بقى. انت بتغصبه بقى كل يوم. طب هيبدا في مرحله عند كمان، يعني بتقول طب ما يروحش المدرسه؟ لا ما هو برده ده مش حل، واخده بالك؟ ما ينفعش انت اقول لك اقعدي في البيت. يعني القصه ايه؟ انه لدرجه انا اقول ساعات ايه، واخد بالك ده بيعرضه للتنمر، يا باشا لا هتتريق عليه ويقول له ده انت المدرس بيعمل لك كذا، ويلبسوه في الحيط، يقول له قول للمستر عايزين نمشي يلا الحصه طويل. طب هل المدرسه ليها دور احسن هنا؟ احسن من القعاد في بيت فاضي، قليل من التنمر احسن من القعاد في بيت محيطان من غير مدرسه. طب المدرسه ليها دور انها تساعد في ايه؟ هتحاول يا لميا، هي اقول لك اللي تقدر تعمله المدرسه، مفيش الا حاجتين.
تحاول تبقى انترستنج على قد ما تقدر عشان تفضل شاده انتباه عشان ما يتشتتش ويمل لان هو ملول. لا اللي ضربته اللي كرهته في انه يروح المدرسه مالها دي هنعمل فيها ايه؟ هل لا هل هي يعني لا ممكن تقدر تعمل حاجات كتير يعني ممكن تقرب من الولد بشكل معين حقين. يا اما تمتعه بالبتاع يا اما هو كشخص حركي وده مش مرض. احنا بعضنا حركيين وبعضنا ساكنين. الحركيين تستخدمهم في توزيع الكراريس قوم اطلع اكتب لنا امسح انت السبوره يبقى مبسوط قوي. اتصور ان هو لو راح يبقى عايز يضايقها بشكل اكبر فهي لازم تتحمل يعني المدرسه يعني اه هو ممكن يبقى بيستفزها هيستفزها. بس ده الكلام يعني انت بتتكلمي دلوقتي في ارقام يعني لو ثلاثه من الشخص الجميل ده في 90 ولا 70 احنا مش انا مش هقدر احنا مش هنقدر. انا بحاول اكون في الناحيتين ولازم يبقى مؤهل او تبقى مؤهله ان هو ان هي تتحمل خصوصا ان ابنة اللي هتبقى في السن ده طبعا سن الصغير. هو انا زعلان من الاداء احنا بنعلم يعني انا زعلان من الاداء بتاع المدرسين بلا شك بس في منهم ناس بس عشان توصل للضرب دي لا هي غلطانه طبعا طبعا انا مش موافق وانت حضرتك اعربتي عن ده وقلتي عندك مشكله خدي الاخصائي الاجتماعي بقى وننده البيرنت. بس انا بوفر القصه دي يعني اولياء الامور والإدارة يجب أن يفهموا أن هذا الولد حبيبي يفضل له بصراحة يا هذه السنة تكرر يا يروح مدرسة تانية كده عاملة زي شوية الأمريكان سيستم يعني فتح لهم اتحركوا. في ناس بتتعلم وهي بتتحرك وده بالك قلنا عليهم سميناهم هايبر كاينيتيك ليرنر هي نيدز تو موف وايل ليرن إنه يحتاج إلى الحركة أثناء التعلم لكن تفضل ساكت مش هيقدر فما تزعلش منه مش بيقل أدبه هو مش عارف يقعد دي مش طبيعته. طيب نروح فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم إن شاء الله بعد الفاصل. برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مرة تانية. معنا النهاردة الأستاذ الدكتور إيهاب عيد أستاذ الصحة العامة والطب السلوكي بجامعة عين شمس وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. ناخد أم محمد. أم محمد اتفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله العظيم أنا بحب حضرتك جدا. ربنا يخليك يا حبيبتي. والله منورة دايما. ربنا يخليك يا رب. نورتينا. ربنا يبارك فيك يا رب دايما منوره الشاشه حبيبتي. الله يخليك يا حبيبتي نورتينا. بسلم عليك وعلى ضيوفك وعلى الشيخ رمضان انا بحبه جدا. الله يخليك. ومش عايزه اقول لك احنا البيت كله بيعشق حاجه اسمها لمياء. يا حبيبتي ربنا يخليك ويا رب ربنا يخليك سلامي ليهم كلهم. ربنا يبارك في عمرك يا رب. الله يخليك يا حبيبتي اتفضلي. اسال سؤال؟ اتفضلي. بعد اذن حضرتك يا دكتور انا ابني عنده 8 سنين. ايوه. سنه ثالثه. اوكي. خمس سنين 8 سنين 8 سنين في سنه ثالثه اوكي. تعبني جدا في المذاكره هو يعني مخه يعني كويس وشاطر وكده والمدرسين بيشكروا لي فيه بس يعني اما باجي اذاكر معاه ساعات بحس ان هو يعني دماغه بتبقى في حته ثانيه. بيبقى ساعات عارف الاجابه بس يعني حاسس ان هو بيستهبل عليه عشان يقوم يلعب كده. بيتدلع عليك يعني. يعني مثلا ساعات يعني بينرفزني ممكن يعني اضربه كده بس برضه يفضل معند وما يقدرش يعني يجاوب اجابه صحيحه ساعات يعني ممكن برضه يكون عارفها يعني مع انه ممكن يكون عارفها. يعني اتعامل معاه ازاي هو يعني من النوع اللي هو الحركي. هو عنده اخوات؟ عنده صغير بقى 3 سنين وده عندي جدا كمان؟ عنده لا هو ربنا يخليهم يعني لك يا رب. ربنا يخليك هو ده عنادي ومن النوع اللي هو بيحب التحكم. متحكم او الثاني بقى طيب شويه عنه بس ايه الكبير اللي عنده 3 سنين هو اللي بيحب التحكم؟ وده بيتحكم في ايه؟ يعني اخوه مثلا يقعد قدام التلفزيون ولا حاجه يمسك الريموت هو اللي عايز يمسك الريموت عايز يجيب القناه اللي على مزاجه. عايز يسيطر على كل حاجه يعني. من نوع المسيطر. يعني عايز هو اللي يفتح الباب عايز هو اللي يحط الاكل على السفره هو كده. طب الثاني بقى اللي انت بتسالي عليه رد فعله بيبقى مع اخوه ايه؟ هل بيسيب له الحاجه ويعني يعني ساعات بيبقى طيب وساعات بيبقى بيعند معاه. طب وانت دورك هنا بتبقي ايه بتقولي سيب الحاجه لاخوك؟ لا ساعات وساعات. تمام. بحاول على قد ما بقدر بعد المدرسه. تمام. طيب حاضر. تابعينا يا ام محمد. بصي يا رامي ساعات وساعات دي بتفكرني بصباح. يعني الاغنيه انا بحبها طبعا جدا بس الفكره انه ما ينفعش في التربيه ما فيش ساعات وساعات في سيستم. تمام؟ في سيستم. ف وانا كنت اسال سؤال بس رامي اسكلته مني اللي هو ايه اللي هو طب انت الاول سالتي قلتي طب اخوه بيعمل ايه انا كنت عايز اعرف هي رد
هي رد فعلها ايه؟ فهنا وكانت الاجابه اللي انا للاسف توقعتها انه مامت محمد شويه وشويه كده وكده، ما ينفعش، لان دلوقتي انت جاي على هو الكبير، هو بالنسبه له ما فيش حاجه جاي ثابته، جاي على الكبير والصغير سامحه له بحاجات ساعات وساعات، فده بيولد طاقه سلبيه في ده. دي نمره واحد. نمره اتنين، خلاص ده برضو من نمط الاي دي اتش دي، هو حركي وما بيركزش. هي القصه تتلخص في مشكله، احنا مش في مرض، احنا في مشكله، في ورطه. محمد ده ابنها، اذا كان هو محمد فهي ورطه. ايه الورطه؟ عندك فجوه جاب ما بين حاجتين، نقص نضوج وليس ذكاء. محمد ذكي بس مش ناضج، نقص نضوجه وارتفاع سقف المطالب. الفجوه دي لازم تتقفل، لازم تطلعي بالنضوج بتاع محمد وتنزلي بالمطالب شويه. المطالب ايه؟ انه دلوقتي في وقت معين للمذاكره، هو ملوش طقطان. احد اعراض الاي دي اتش دي الملل السريع، كل شويه يحرك ويفرك. هي بتسميه بيستعبط، هو مش بيستعبط، هو اتخنق من حاجات، وهي مخنوقه اخلها هي كمان. فالموضوع بعد شويه بيتحول موقف المذاكره الى خنقه للكل اللي في البيت. تمام؟ الطفل ده بيروح معدي بقى لاعب بالبتاع، تقوم تلعبه شويه، تقوم تقول له طب سيبه، يقوم يزداد الطاقه، تحس بقى بالتفرقه، هو يحس بالتفرقه. ويبدا يعند، يبدا يعند، الثاني يقول الحاجه شويه وشويه بدون اي مبرر، لكن ده انت الكبير، انت كذا، لحد ما بيكره كلمه الكبير. أنا خدت بالي برضو من حاجة يا دكتور عايزة أناقشها مع حضرتك. هو الضرب عمره ما بيوصلنا للنتيجة اللي احنا عايزينها أبدا. لا لا، قلما يعني في ناس قالت طب إيه يا دكتور، إيه رأيك بقى إن لما ضربته اتظبط مؤقتا، هيشيل طاقة سلبية وهيطلع هيردها لك. أوعى تفتكر إن في ناس بيقولوا كده والله، بيتهزم جواه. هما بيتهزم جواه طبعا. فناس متصورة إن هو طب إيه رأيك يعني، مش بتتحداني، هي بتقول لي طب هو يا دكتور أنا عايز أقول لك مع احترامي اللي أنت قلته، ضربته والواد اتظبط، ده مؤقتا يا فندم. مفيش حد في الدنيا زي ما لما تقول، مفيش حد في الدنيا هيتضرب وهيشيل الطاقه السلبيه دي وياخد على قفاه. هي قالت انا بضربه بس برضه ما بيجاوبش عليه، وبيبقى عارف الاجابه وما بيقولش، هو عندك هو انت بعد شويه الموضوع، انت بتبدا جواك كده حاجه، هي ما بتحبني ولا ما بتحبنيش، سيبك من موضوع مذاكره، من كتر ما يعني بصي الموضوع الوقت في الاي دي اتش دي ده عامل زي الجبنه الرومي، تروح عند البقال تقول له ايه ونبقى قطعها لي رفيع. في ناس رفيع وفي ناس تقدر تتحمل هذه الفتره، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وسعه فاصل ونواصل، فاصل ياخد الربع الشابتر ده ياخده على خمس اعداد. احنا مشكلتنا في الاهالي ان احنا ماشيين على سيستم واحد. اللي هو انت لازم تقعد تذاكر ثلاث اربع ساعات متواصل، فيبقى انت كده ذاكرت بعدها تاخد بريك. ايوه، هي قالت الام، قالت حاجه، قالت لي انا ابني يا دكتور من نوع الحركه، انا عجبتني الكلمه دي قوي. مش ان هو عنده مرض الحركه، هو من النوع الحركي. النوع الحركي ده ما ينفعش معاه القعده دي. ده اللي عايز، اما الثاني وغالبا عشان تبقى عارفه لميا انه غالبا الصغير هيطلع العكس. وهيبقى هو الاهدى والاسكن برغم اللي عند اللي بيعمل، بس هو الثاني ده ذكي، خد بالك ابو ثلاث سنين فاسها وفهمها. لا هو الاكتشاف ان الاطفال بقوا اذكى من الاهل. ايوه طبعا، يعني احنا بنستخدم وسائل للتربيه ممكن تكون غلط، وهم اللي بيبقوا فاهمين، هم بيشتغلوا عليها. يا رب، رغم ان هم صغيرين. ابو ثلاث سنين ده هو فهم ايه الافيهات اللي تخلي ماما مش تقلب عليه، هو ما يقصدش شر، بس هو اي طفل كبير بيلاقي الحاجه اللي بتخلي ماما بتبتسم بيلعب. بس ممكن يعيط تعيطه كده، ممكن يرمي نفسه بطريقه معينه، فتقوم هو عارف هو بيستخدم الزراير. كل الاسلحه أيوة. لحد ما يلاقي السلاح اللي يعرف ياخد بيه اللي هو عايزه. التاني بقى ساعات بيكون بريء اكتر، الكبير بريء اكتر، مش عارف يلعب الالعاب دي. وهي تقول له برضه خليته يعيط مش عارف ايه، لحد ما بيتيقن الكبير للاسف انه ماما مش بتحبه، مع ان هي بتحبه، بس الحب بالطريقه، عارفه في اغنيه كده ما تحبنيش بالشكل ده، ما تحبنيش بالشكل ده، فحب قاتل، حب صعب، بيوصل للطفل ان مامته ما بتحبوش. طبعا هذا الشعور السلبي عند الطفل بيخليه بعد شويه تبدا تظهر عليه اعراض جديده، انا اعتقد لسه ما ظهرتش هنا. زي مص الاصابع، تبدا بص لو لقيت علامه من دول اعرف ان خلاص الواد تقول لك انا بحس ان هو ساعتها. انت قلتي كلمه في الاول، أيوه. المدرسين بيقولوا لي ان هو كويس وبيشكروا فيه. ايوه ما هو زي نفضل احنا مش مقتنعين باللي المدرس بيقوله لحد ما احنا بنفسنا نقتنع. هي ما هو عمره ما هيتدلع على المدرس، هو هيتدلع عليك انت. الا لو كان زي الواد الاولاني حبيبي حفيد مدام جمال دي، اللي هو ايه، هو لسه مش فاهم السيستم، فبرضه هيتدلع. في ناس فاكره الدلع ده أقل. مع سبق طبعا 8 سنين برضه، بصي 8 سنين في ثالثه زي 6 في اولى، 6 7 8 في عيال مش جاهزه، والله ما جاهزه. والناس بتفتكر وهي ست مضطره بقى، ده المنهج بتاع سنه ثالثه لازم تذاكر. فبتبدا تبقى في مشكله. فالخروج من عنق الزجاجه ده لكل الامهات، مش هقول نزل سنه، وان كان ده حل على فكره، وبقى ايش في وزارة التعليم كله، لكن هقول لك كلمه بديله خبيثه، خفف العيب الاكاديمي بطريقه، روح مدرسه ثانيه اخف.
روح يعني. لكن برضو مش مع دمج، اصل في ناس يقول لك يعني خش دمج يا دكتور، لا هو مش احتياجات خاصه. انا اختلف مع الكثير من الناس في كلمه ان الاي دي اتش دي ده احتياجات خاصه. فيروح بقى دمج دمجو، يعني يعني ايه دمج؟ يعني يعتبروه هو كده اود، هو فورين بودي، جسم غريب، يخشوا في الاطفال الطبيعيين. مين اللي مدموج؟ هو هو اللي مش طبيعي. فالعيال يحصل ايه؟ يتنمروا بيه مع ان الواد طبيعي لحد ما يبقى مش طبيعي. نكبرها اكتر بالظبط. طيب ناخد نانسي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. السلام، يا عامله ايه؟ الحمد لله بخير، اهلا بيك. ورا دايما يا رب. ربنا يخليك يا حبيبتي. لا يا حبيبتي الله يبارك. اتفضلي. ممكن اكلم دكتور ايهاب بعد اذنك؟ اتفضلي مع حضرتك. اهلا وسهلا. اهلا دكتور ايهاب، عامل ايه حضرتك؟ اهلا بحضرتك. من فضلك يا دكتور، انا كان معايا بنتي حاليا في رابعه ابتدائي، المفروض تكون في خمسه بس انا نزلتها سنه. هي صغيره، كان عندها مشاكل، كان عندها كهرباء، نسبه كهرباء حبيبتي. وبعدين يعني ربنا اعلى في ايد الدكتور، ما عندوش ضمير، طول قوي في علاج الكهرباء. اوكي. جاب لها يعني ايه زي سمات توحد وحاجات زي كده، وقعدنا نعالج فتره وما كانتش بتتكلم، وبقت بتتكلم والحمد لله. ما شاء الله. الحمد لله. ما شاء الله. الحمد لله. دلوقتي بقى المشكله ان هي مستوى ضعيف قوي في المدرسه. ملهاش اي علاقات خالص. ملهاش علاقات نهائي في المدرسه. في البيت بقى يعني هي رقم ثلاثة من خمسة. ما شاء الله. ربنا يبارك فيهم. هي رقم ثلاثة. تمام؟ مش بتتحمل أي حد يكلمها من إخواتها. ما تتحملش، تتعصب بسرعة، تتعصب بسرعة قوي. أجي أقول لها طب خلاص يا كندة معلش اديها لها، تقول لي حاضر، وهي كده إيه مضطرة يعني، مش اديها لها. مش عايزة تذاكر، يلا يا كندة نذاكر، حاضر نذاكر. يعني تكون معترضه قوي على الحاجه وتقول لي حاضر. وتقول لي حاضر. انا نفسي انا بتضايق لما بتعمل كده. انت بتحسي ان هي بتعمل حاجه وهي مجبره عليها يعني عشان تراضيكي؟ انا مش عشان تراضيني، وانا مش حابه كده خالص. هي عندها كام سنه؟ هي مواليد 2013 يعني المفروض 10 سنين. 10 سنين. نعم 10 يعني 10 سنين؟ تقريبا. في سنه خمسه؟ لا رابعه. انا نزلت. هي نزلتها سنه. نزلتها سنه علشان مستوى. ولو ما كنتيش نزلتي السنه دي كان زمان اخبارنا ايه؟ لو كانت في خمسه كان يبقى ايه الوضع دلوقتي؟ لا هو الوضع احنا فيه دلوقتي الوضع سيء. لا كان يبقى ايه لو انت كنت في خمسه بقى؟ كان يبقى الوضع ايه؟ بيتهيألي كان هيبقى اسوأ من اسوأ بكتير. كان هيبقى اسوأ، لان هي دلوقتي يعني سيئة مستواها سيء جدا في المدرسة. طب هو مستواها سيء بسبب المشاكل الصحية اللي عندها؟ مش عارفة، ما أنا مش عارفة ده بسبب إيه. ده ما يكرهش. وبالرغم يا دكتور في حاجة سمات توحد. أيوه بس يعني هي دلوقتي التشنجات اتعالجت؟ كهرباء اتعالجت ولا ما اتعالجتش؟ كله اتعالج الحمد لله. مفيش تشنجات؟ لا مفيش أي حاجة الحمد لله. اللي هو سمات التوحد دي، سمات التوحد دي إيه اللي موجود فيها؟ وما بقاش حتى سمات التوحد مش موجوده، يعني هي بقت طبيعيه 100%؟ نهائي. بقت طبيعيه خالص. الدكتوره بتاعتها قالت لي كده، دكتوره يعني ربنا يبارك فيها، قالت لي كده، قالت لي خلاص هي بقت كويسه خالص. طب مش ممكن ده يكون مأثر عليها هي طبيعتها الشخصيه؟ خلاص التوحد تعاملها مش كويس. تيجي تتكلم يا دكتور، لما تيجي تتكلم ايوه، وهي واحنا قاعدين كده تتكلم كلام اهبل قوي. يعني الفكره يعني الفكره نفسها الهبله اللي بتطرحها، ولا طريقه الكلام هي اللي مش صح؟ يعني اللغه بتاعتها، طريقتها في الكلام، ولا الكلام اللي بتقوله؟ انت فاهمه انا اقصد ايه؟ كله. لا كله، يعني مثلا نكون موجودين عند ماما انا واخواتي وكلنا. في مثلا تيجي تقول ايه، هقول لهم طب سلام انا مروحه، فيقولوا لي لا خليك شويه. هي تيجي تقول ايه، لا انا لازم اروح، بطريقه كده بسرعه كده. لا انا لازم اروح، انا معايا امتحانات، انا مش عارفه ايه. يعني هي فعلا بيكون معاها امتحان، بيكون معاها اي حاجه، بس ايه بتحاول تظهر نفسها. طب هو ايه المشكله في اللي هي بتقوله؟ انت ليه بتقولي كلام اهبل؟ هي مش شايفاها زي بقيه الاطفال يعني. هي طب انا عايزه اسالك سؤال، انت حاسه ان هي بتتكلم بطريقه اكبر من سنها؟ ممكن. عايزه تبقى زي الكبار يعني؟ ممكن. لا هي بتتكلم اصغر من سنها بكتير. بعدين متشائمه جدا، متشائمه جدا. يعني نيجي واحنا ماشيين بالعربيه مثلا، تيجي تقول لي ايه، احنا يعني بنعدي على النيل كده، تيجي تقول لي ايه، حظ يا نانسي ما تجيش جنب النيل يا نانسي، هنقع هنقع. هي ما بتقول لي يا ماما اصلا، هي بتقول لي يا نانسي.
هنقع يا نانسي، هنقع، هنتقلب في النيل. متشائمه قوي قوي، يعني مثلا حد ماسك تليفوني، عارفه بابا هيقوم يكسر لك تليفونك ده، بابا هيقوم يكسره لك، تليفونك ده هيتكسر. اي متشائمه قوي، متشائمه قوي 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 قوي. وبعدين ايه بقى؟ ملوله، يعني نجيب اللعبه حالا تزهق من اللعبه عايزه لعبه تانية، حالا تزهق من اللعبه وعايزه لعبه تانية كده. وفي حاجه يا دكتور نسيت برضه اقول لحضرتك عليها، هي على طول باستمرار ودنها وجعاها، ودنها يعني عامله ريحه وحشه قوي في انفها وفي بقها، فيها افرازات، يعني في افرازات بتنزل يعني. والله احنا كل مره نوديها للدكتور، الدكتور يقول لنا حاجه شكل، مره صديد، مره فراج. طب هسأل، بتسمع كويس؟ عايزه تتغسل. بتسمع كويس؟ اه بتسمع كويس. الصوت العالي بيضايقها يعني، بتحط ايدها على ودانها؟ لا لا عادي، هي اصلا هي نفسها صوتها عالي جدا من دون اخواتها. ماشي صوتها عالي، بس خلاط، شنيور، مكنسه؟ لا لا عادي، ما تخافش من الحاجات دي. لا لا مش بتخاف. تمام. طب طبعينا مدام نانسي، دي حالة عميقة. بص هقول لك يا رامي، هو في عندنا حالات بيقول السنسوري سيستم او الجهاز الحسي، وده اللي بيلخبط الدنيا شوية. هي كان لها باست هيستوري، تاريخ سابق، وكما قالت الطبيبة تحسنت في زمرة التوحد، خرجت منها خلاص، بقيت بعض السمات. ممكن يكون النمطية في اللي هو لازم لما احنا نتأخر يبقى المنهج يبقى عندنا امتحان، لازم لما نقرب ممكن نغرق. فهنا فيها جزء خلطة من نقص التركيز على السنسوري سيستم الجهاز الحسي. انت ممكن تحس بحاجات اقرب او ابعد، فيجوال دي حاجه بصريه، حاجه شميه، حاجه لمسيه، في هنا ارتفاع التون بتاع الحس. وعشان كده بنقول يفضل فحصها هذه الانسه، يعني بنعمل حاجه اسمها، في حاجه اسمها الغرفه الحسيه السنسوري روم، بندخل الطفل فيها، فيها مذاقات، فيها روائح، فيها فايبريشن، فيها تيست للالم، فيها تيست للبالانس، بنشوف انت ايه السيستم بتاعك، وبيطلع عندنا في الخريطه اللي هتطلع انت عندك مشكله في الحته دي. نبدا نشتغل عليها جلسات اسمها جلسات علاج حسي تكامل. عشان كده لما كنت بتكلم على السمع اللي هو احد انواع الاحاسيس، بقول يعني انه ساعات السمع نفسه مأفور، فبيبقى الطفل هنا يعني متضايق من الاماكن اللي فيها صوت باستمرار وعايز يطلب. طب هي التصرف الصح اللي تتعامل فيه لازم فحص طبي الاول، لان في كده في جزء طبي في الموضوع، في تفاصيل كتير حتى فيها. لو كان التشنجات راحت والكهرباء ازاي، في فحص طبي الاول، وبعد واحنا بنعمله الكلام ده بنعمل نيورولوجيكال فحص عصبي وبعدين سلوكي من خلال بعض الاختبارات. بس هي مش عجوبه برضه عشان ما نعقدش الدنيا عليك. كل حاجه في النهايه ليها حل. لا هي ليها حل، ليها حل ومحلوله، ونشوف حل زي كده. بس لكن هي الغلط ان احنا اللي ناخد رياكشن ضد حاجات عضويه. هي مش تقصد يعني هي يا ماما حاسس مش عارف، لا ايه الام عايزه ما تزعلهاش يعني، لازم برضو انت تبقي عارفه الطريقه والاسلوب الصح ورد الفعل السليم اللي يبقى انت بتستخدميه معاها عشان ما ندخلش في مشاكل تانية. نورتني يا دكتور، الله يخليك، بشكر حضرتك واشوفك على خير ان شاء الله. هنروح مع بعض مشاهدينا الفاصل ونكمل مع حضراتكم ان شاء الله بعد الفاصل. ناس كتير بنقابلهم في حياتنا ونشوف ازاي ربنا بيبارك لهم في حياتهم ورزقهم، ازاي ربنا نجاهم من مخاطر كتير كان ممكن تحصل لهم، ونسأل نفسنا يا ترى دول بينهم وبين ربنا ايه عشان يكرمهم ويلطف بيهم كده. الحكاية ببساطة ان اللي بينهم وبين ربهم هو الصدقة والانفاق في سبيل الله، وهو ده باختصار العمار اللي بين العبد وربه. تعالوا نبني جسر من العمل الطيب والخير بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى عشان يبقى دايما معانا في كل تفاصيل حياتنا. خلونا نتكلم عن اعمال الخير مع الدكتور عماد عوض، رئيس مجلس إدارة جمعية البر والتقوى المصرية. دكتور عماد اهلا بيك ومنورني. اهلا بحضرتك واهلا بالسادة المشاهدين. فكرة اننا نبني جسر من الخير بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى، انه يبقى حاطين في الحصالة زي ما بنقول كده رصيد من الحسنات وأعمال الخير عشان دي اللي هتنفعنا في اللحظات اللي احنا ممكن لا قدر الله نقع فيها أو في وقت الابتلاءات. لا ده هو لازم نفهم حاجة تانية، إن مجرد ما أنت بتبدأ تنفق في سبيل الله أنت بتتحول من الإنفاق على نفسك إن ربنا هو اللي ينفق عليك. تخيل بقى كده، سيدنا النبي بيقول لنا إن ربنا بيقول يا ابن آدم أنفق عليك. شوف تخيلي، فهنا أنا محتاج ربنا اللي ينفق عليه، لأن أنا مهما أوتيت من علم وقوة وفكر وشركات وكده مش هقدر إن أنا أصرف على نفسي. ليه؟ لأن كل المال بيد ربنا عز وجل طبعا. فهو لما ينفق علي يبقى أنا كده هنجح، أنا كده مالي هينمو، هبقى مرتاح في بيتي، مرتاح في كل حاجة. ليه؟ لأن فتح لي باب البركة. متفرحش بكتر المال،
ليه؟ لازم البركه تبقى اختبار شديد قوي من ربنا سبحانه وتعالى، اختبار صعب، لذلك ابليس هيمنعك بكافه السبل، هيمنعك. ولو نجحت ان انت تنفق هيعود لك فيها يقول لك شفت انت منفق، عشان يدخل لك في باب الرياء. ليه بقى؟ لان الحاجه الوحيده اللي هتضمن بها الجنه باسهل السبل لو نجحت انك تنفق هو الانفاق في سبيل الله. الصدقه بتمحو الذنوب وبتطفئ غضب الرب طبعا. وكمان بتقي مصارع السوء، وبتضمن لك انك انت ليك باب في الجنه محدش هيدخل منه الا انت والمتصدقين، تخيل. وبيحرم عليك النار، ويوم القيامه تستظل بظله. يبقى هيسيبك؟ لا مش هيسيبك. اوعى تفكر ان لما اكلمك دلوقتي او اعرض عليك حاله على التلفزيون سهل كده انك ترفع السماعه وتتصل وتقول انك هتتبرع. ده انت انتصرت انتصار ساحق على ابليس، بس كمل للاخر، لان هيحاول يسوف، هيحاول ان هو يماطل معاك، هيخلي ابنك او بنتك وساعات او جوزك ينسيك يعني، لا يعني ده هيسلط عليك ناس تشككك في الموضوع طبعا. هيقول لك ازاي مش عارف ايه يا عم، اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع والقصص دي. ودي جمله خلاص انفقت خلاص. لا لا خالص انفقت، ما تخافش قول انا مؤمن، انا عارف ان انا كل ما انفق كل ما ربنا هينفق عليا. ده انا بعمل ربنا سبحانه وتعالى. ايوه يعني انا بعمل ده لوجه الله مش عشان خاطر اي حد. وغير كده ده اسمه استثمار في الخير، انت بتستثمر الاستثمار بتاعك، الجنيه هيرجع لك 700 والله يضاعف لمن يشاء. لكن هو مش هو مش شايف كده، مش شايف ال 700 ولا ال 1000 ولا الكلام من ده، هو شايف انك رايح الجنه. مين هيأنسه في النار؟ هو عايزك معاه في النار، فيحاول يقول لك لا بلاش دي، امراه باغيه سقت كلب دخلت الجنه. معايا يا جماعه؟ خلي بالكم الصدقه دي حسابها مع ربنا بلا حدود. ليه بقى؟ لانك بتعطف على خلقه. بصوا انا لو حد عطف على ابني انا ببقى عايز اديله عنايه. صحيح. فما بالكم بالملك الكريم تعطف على عباده؟ لا 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 لا، ده انت لا حساب تاني عند ربنا. فبصوا ولله المثل الاعلى، عشان كده ربنا جعل المساعده لعباده بانها قرض له هو. ما قالش قرض للفقراء والمساكين من خلقه، هو مش محتاج قرض، انما قال من ذا الذي يقرض الله، واحنا هنقرضك يا ربنا وانت محتاج قرض؟ حاشا لله، لا عبدي محتاج قرض. طب ايه علاقه ده بده؟ ما هو انت لو اقرضت عبدي اللي انا خلقه كانك اقرضتني، تمام؟ وهضاعفه لك فيضاعفه له اضعافا كثيره. ده هي بيبقى كرم من عند ربنا سبحانه وتعالى، ان يحط الشخص المحتاج قدام اي حد ممكن يقدر ان هو يساعده، لان هو بيبقى اختبار من ربنا سبحانه وتعالى كبير جدا. الحاله جات لك اهي قدامك، هتساعد ولا ورا الشيطان اللي هيقعد يقول لك لا اصل بيتك محتاج، لا اصل انت كده فلوسك هتنقص، لا اصل اللي معاك على القد. يعني انا بشوف ناس ممكن تكون محتاجه اللي بيساعدها، يعني محتاجه حد يساعدها، وتلاقيها حريصه حرص شديد جدا ان هم يتصدقوا ان هم يساعدوا غيرهم حتى لو كان بالقليل. كان معانا حاله هتعمل عمليه وكان بيصلي عندي الجمعه، فانا بخطب الجمعه بحفز الناس على الانفاق، وعين عليه انا مش واخد بالي ان هو ما يعرفش ان احنا بنلم له. المهم لما قلنا هنلم يا جماعه، الراجل قام فرد جلابيته كده وبدا يلم معانا في المسجد. هو ما يعرفش انه بيلم لنا انه ده ليه؟ لا خالص. المهم لما جه حط كده فقال ايه؟ اقسم بالله ما معايا الا 50 جنيه. انا قمت معيط، فبقول لي مالك يا شيخ؟ قلت له لا مفيش. فبصت لي اللي هو كان بيكلمنا قال هو ما يعرفش ان احنا بنلم له؟ قال لي لا. تخيل بقى لما لمينا وتمام واللجنه خلصت وعدت وتمام، ورحنا له البيت عشان نديله بقى على اللي عمله في البيت. لا لا لا، بص يا جماعه ما بتهونش الا على الغلبان. والله اقسم بالله. والله. فانا عايز اقول لكم انفقوا ينفق الله عليكم. الحاله اللي موجوده معانا ده انجاز من ضمن انجازات الجمعيه يا دكتور عماد. دي حاله شريهان لو تفتكروها. ايوه. دي اللي والدتها شايله عين. اللي هما الاثنين يا حبايبي ما بيشوفوش. ودي بدات تفقد بصرها. دي محتاجه تزرع قرنيه. فطبعا احنا من عادتنا بناخد الناس نودعها على مستشفيات كبيره، نعيد الكشف من الاول وجديد. الدكتور مشكورا قال دي اتعرضت لعمليات كتيره قبل كده فشلت، فلو جت تعمل هتفقد خالص وما عندناش نعرف نعمل حاجه. فهو كتب لها على علاج لمده معينه وبعد كده هنشوف نشوف النتيجه لغايه ما نركب لها قرنيه تاني. فانا بقول لكم دي امانتكم اهي، ان احنا بناخد بالاسباب.
معايا؟ وان شاء الله ساعه ما نوصل لقرار هنبلغكم تاني احنا وصلنا لايه ومعانا ايه ولسه محتاجين ايه. ما احنا من كرم ربنا ان احنا لما بنعرض حاله وبيحصل انجاز ليها وبنقدر نعمل لهم اللي هم عايزينه احنا بنعرضها عشان نوريها للناس. يا ريتش مصدق احنا بعتنا لها عربيه جابتها من المنوفيه وجت هنا على القاهره دخلت المركز ده قالت انا مش مصدقه ان هي في مركز كبير زي ده. وبصراحه المستشفى كانت بتستقبلها احسن استقبال وعمل لها احلى واجب في الكشف وكلام من ده. بس هي ده نظامنا يا جماعه عشان تبقوا عارفين احنا مش بنلم وند وخلاص. لا لا ده احنا بنتتبع لغايه ما نطمن ان امانتكم راحه في مكان طبعا وده المهم. احنا جبنا لها العلاج بتاعها برضو عشان تبقوا عارفين ومتابعين لغايه ما الدكتور يقول يلا يبقى هنبلغكم الخط وصل لفين. ربنا يجازيكم كل خير يا دكتور عماد. خلونا نروح نشوف تقرير خاص بجمعيه البر والطاقه ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. اكيد من اهل الجنه يعني دول اكيد الجنه مستنياهم لما بنشوف حالات بالشكل ده وهم ما عندهاش اي حاجه وزي ما انتم شايفين كده هي بتدعي بس ما بتعملش اي حاجه غير ان هي بتدعي ربنا سبحانه وتعالى وبتشكر ربنا على اللي هي فيه وبتقول الحمد لله. نقول احنا بقى بنشتكي من ايه؟ يعني الناس اللي بتقعد تشتكي وهي قاعده في بيت مقفول عليها وفي سقف يحميها بين اربع حيطان بابها مقفول عليها بتنام في امان وعندها حبه ظروف كده وتقعد تقول انا عندي ابتلاءات شديده وانا عندي وعندي وعندي وعندي. اللي عندنا يجي ايه جنب الناس دي؟ يعني دي ناس مش عايشه. قد ايه انا حسيت بوجعها وبتحمل مسؤوليتها في رقبتها اطفال وقاعده في بيت زي ما احنا شايفين كده بتقول ما عنديش اي حاجه ولا ثلاجه ولا غساله ولا بوتاجاز ولا اي حاجه ولا ده بيت اساسا ينفع بني ادم يعيش فيه. دي مش حياه ادميه بالمره. وبتقول الحمد لله وما باليد حيله. هي ما عندهاش حاجه غير ان هي تدعي ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يشيل عنها الابتلاء ده. هو طبعا في فرق انك تبقى عايش في بيتك ومستور والدنيا تمام وفجاه يحصل عندك حريق. كارثه. بص الكوارث اللي بتحصل في بعض البيوت قابلنا منها كتير وخصوصا في البيوت العشوائيه اللي زي دي بتبقى السلوك طياري والمش مش امان خالص معرضين لاي حاجه لاي اذى. فتخيلوا دي واحده بتحمي ولادها وفجاه لقت النار داخله عليها. يا ساتر يا رب. كويس ان هي قدرت ان هي تخرج من البيت وتحول البيت زي ما انتم شايفين. هو البيت طبعا ما كانش فيه حاجه تتحرق اصلا يعني السقف كان بوص والادوات الكهربائيه اللي هي ثلاجه وغساله يعني وبوتاجاز راحوا. الفرش راح لكن منظر البيت في حد ذاته بيخلينا نقول هو فين البيت؟ مفيش. هم عايزين على حصيره وكانت مستوره وهي مش عايزه مننا اكتر من ان البيت يتعمل. احنا داخلين على مطر في بعض الاماكن النهارده يعني سامع ان طريق السفاجه كان مقفول لان في سيول حولوا المسار بتاعه. طب السيول دي لو جت على واحده زي دي تعمل ايه؟ عشان كده بقول لكم عايزين ام احمد نلحقها بسرعه ونغطي بيتها بسرعه وفي نفس الوقت نكمل مسيره الالف بيت الالف سقف اللي احنا عايزين نعمله ننجز فيه بسرعه. في بيوت زي دي كتير جدا واسوء كمان. لا ده معانا كتير كتير. وانت حضرتك جيتي معانا شفت بلد كامله. معايا؟ فمبادره اللحاف اللي احنا بننتجه دلوقتي ان شاء الله قريبا هنصور ونقول لكم بشوفوا الانتاج بتاعكم اللي انتوا عملتوه ان شاء الله على خير يا رب. عايزين يا جماعه 100,000 لحاف. لو قلنا اللحاف مثلا ب 250 جنيه عايزين بسرعه بسرعه عشان لما اول ما نستناش لما المطر يجي نبتدي نخرج بقى للناس ونوزع عليهم. عايزين نفرش بيت ام احمد ونعمل سقفها بسرعه ونقول لها ما تخافيش. اهل الخير في مصر بيخافوا من ربنا حابين الانفاق في سبيل الله واحنا معاك في جمعيه البر والتقوى ان شاء الله. وفي ناس لسه لغايه الوقت اللي بيشوفونا ما اتصلوش حتى على 19038 مستنيين ايه؟ يلا يا جماعه باللي تقدروا عليه شاركوا معانا عشان نفرح ام احمد يعني زي ما انتم بتفرحوا بقيه الحلقه. يعني بنشارك في وقت الاحتياج زي ما احنا شايفين كده. حضرتك بتقول الشتاء داخل علينا. انا قاعده بفكر من ساعه ما قلت الجمله دي طب هم دول هيعيشوا ازاي؟ وهتشوف ايه اكتر من اللي شافته. يعني هي يا عيني بتتكلم على قد ايه هي تعبت وقد ايه هي عانت جامد جدا واكيد كلنا حاسين طبعا باللي هي بتتكلم فيه. هتشوف ايه تاني بقى اكتر من اللي هي شافته.
لا هو طبعا المشكلة لما المطر هيجي هيقعدوا فين صحيح؟ هيروحوا فين دول؟ يعني طب أربع أولاد يعني ما شاء الله يعني بصوا طبعا ما يرضكوش الكلام ده، حتى الأرضية نفسها رمل يعني الدنيا هتبقى من تحت ومن فوق يعني، فاحنا عايزين نستر الناس لأن من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وبعدين زي ما قلنا قبل كده ربنا بيقول يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، فاحنا جبنا لكم النهارده هديه زي كل يوم اتنين كده بنديكوا هديه، الهديه دي ممكن تكون سبب في دخولك الجنه معايا. يعني شوف الراجل لما سقى كلب، احنا بندرسها من امتى ومن امتى ولسه كل شويه بنقول، وسيدنا النبي قال صلى الله عليه وسلم لان هو عمل حدث كبير قوي عند ربنا سقى كلب، ما اللي يستر بقى عباد ربنا اللي كرمهم ربنا، هي رسائل من ربنا لينا، فدي رساله لك ولكل اللي بيشوفنا دلوقتي، يلا عشان ممكن تكون انت كنت داخل على باب قرب فربنا هيكشفه عنك بمساعدتك، وممكن يكون حد قاعد بيشوف دلوقتي وهو في ابتلاء وفي كرب، فتبقى برضه رساله من النعمة اللي هو فيه سبحانه وتعالى انك تشارك او تساهم باللي انت تقدر عليه. مريض ساهم، لان سيدنا النبي انا داوى مرضاكم بالصدقه، فصدقوني ما نقصت صدقه مني. صحيح صحيح عليه افضل الصلاه والسلام. نورتني يا دكتور عماد، بشكر حضرتك واشوفك على خير. بشكر حضراتكم مشاهدينا، ولو عشتوا كل يوم رشوا حضراتكم بكرة على خير إن شاء الله. سلام عليكم.